على مر العصور الماضية منع الحج والحجيج ومنع كثير من الناس من أداء فريضة الحج في 40 من السنوات المتفرقة لأسباب كثيرة، منها الاضطرابات السياسية وانتشار الأوبئة والأمراض وأيضا الجوع والأزمات الاقتصادية في بعض الأزمنة، إضافة لوجود قطاع الطرق حسب ما ذكر من دارة الملك عبد العزيز نقلا عن كتب التاريخ والمؤرخين. في عام 357 للهجرة انتشر داء الماشري في مكة المكرمة، فمات به خلق كثير، وفيها ماتت جمال الحجيج في الطريق من العطش، لم يصل منهم إلى مكة إلا القليل. يذكر علماء التاريخ الإسلامي أنه في عام 1246 ضرب وباء قادم من الهند الحجيج، لتقدر الوفيات بثلاثة أرباع الحجيج. وفي عام 1814 تفشى الطاعون في حجاج بيت الله وأهالي المنطقة بأكملها، وأباد الآلاف من السكان والحجيج، فأوقف الحج وتوقف الطواف. أما نهاية القرن التاسع عشر فقد تفشى وباء الكوليرا القاتل في موسم الحج، وتسبب في وفيات بين الحجيج على جبل عرفات، وبلغ ذروة وفياته في منى ليتم إيقاف الحج على إثره، وغيرها أيضاً من الأحداث التي دونها المؤرخون. في أواخر 2019 جد على هذا العالم وباء خرج من الصين سمي بفيروس كورونا كوفيد-19 الذي تعطلت بسببه الحياة في أنحاء العالم، فأوقفت الرحلات وأغلقت الحدود وفرض حجر التجول وطبقت الاحترازات وأغلقت دور العبادة وأقفل المسجد الحرام ومنعت العمرة، وضاق الناس ذرعا منه حتى خاف البعض من عدم المقدرة على أداء فريضة الحج بسبب هذه الجائحة. قررت وزارة الحج والعمرة إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الجسدي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. ويأتي هذا القرار حرصا من حكومة المملكة على حفظ وسلامة الإنسان من مخاطر جائحة فيروس كورونا. وفي الأول من ذي القعدة أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانا على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج والعمرة وفق إجراءات مشددة على التباعد في أعداد الحجيج، حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على إقامة هذه الشعيرة العظيمة، وتشرفا بخدمة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، والتي خص الله سبحانه وتعالى بلادنا بهذه الخدمة العظيمة.